عزيزاتي المتتبعات، اليوم شاف روزيتا فوق الحلويات. اليوم جبت لكم بيتزا مادام راه الحمال، يعني نجتمعوا مع المرقة وهاد الصوالح مع خارجين من رمضان، يعني شويه نريحوا. عندي في المقادير هذه عندي مغرف تاع قهوه، يعني مغرف صغيره تاع خماره يعني تكون معمره، عندي مغرف تاع سكر ثاني مغرف صغيره، عندي كاس حليب، الحليب يكون دافي، كاس حليب دافي، كاس ساعة ما دافي، كاس ساعة ما دافي، وراح ندير كاس تاع سميد، عاونوني فرغ تاع سميد رطب، يعني ملي نديرو به الخبز ندير كاس. عندي كاس تاع فرينة، الكاس هذا انا عندي يدير 200 ملليلتر، بصح بيا نزيد ونخلط المقادير تاعي هذا. الملح ما ديريش في هذا التخمار الاول، ما ديريش الملح. ها وينا خلطيها مليح، ها وينا تجي هكا جاريه. هذا التخمار الاول راح نغطيها ونخليها تخمر ونعاود نرجع. عزيزاتي المتتبعات، ها هنا البيتزا تاعنا بعد اللي خمرت التخمور الاول، راح نزيد عليها حبه تاع بيض. ها وينا حبه بيض، راح نزيد عليها تحت النص تاع كاستي تاع زيت، حوالي 4 مغارف تاع اكب تاع زيت. لا عندك زيت زيتون ديري، ما عندك ديري الزيت العادي. راح ندير الملح، الملح انا في هذه الكميه راح ندير تقريبا اقل من نص على المغرف ها تاع القهوه، هاك باش ما تجينا مالحه ما تجينا صامطه. وراح نخلط، كاش نهار ولا ندير لكم البيتزا تاع الميكسير ثاني تجي بنينه وتجي ثاني تقريبا احسن من تاع برا. ايوا هنا خلطوا هاد المقادير هكذاك البيض، وهذيك راح نزيد نص مغرف صغيره تاع خماره تاع الكاطو، نص مغرف صغيره في هذا الكميه اللي راني دايرتها هنايا. وراح نزيد مغرف كبيره تاع زبده او مارغارين اللي عندك، خلطها قبل بالفوي ومن بعد نبدا نزيد في الفرينه. راح نستعمل يدي والعجينه هذه تجي شويه تتلاصق باش كي طيب البيتزا تاعنا ما تجيش يابسه. راح نستعمل يدي ضروري، هذيك المغرف تاع الفرينه انا نعبر دائما كي نستعمل الرطل نعبر بهذه تاع مارغارين ونشوف اذا فات الرطل صح، ما فاتتش انا نعرف بلي الكميه اللي استعملتها شهية. هذيك البواطه تاع الدهان هذيك مليحه، يعني اللي ما عندهاش ميزان ولا تعبر بها، يعني تسهل عليك. كاين الاخوات اللي ما عندهمش الميزان وتود تخمم 500 غرام كي تجيها، سختو لي شنو الفرينه يعني تاع 10 كيلو ولا تاع 25 كيلو. نزيدو الفرينه غير بالتدريج ونشوف لا تدينا الكميه كاع ولا ما تديش.
ولازم تجي طريه العجينه نتاعنا، يعني تقريبا شويه تلاصق لك في يدك، مع تزيد تخمر يعني تزيد تشد روحها مليح. ايوا انا تحصلت على هذه العجينه تكون تقريبا يعني تتلاصق شويه كيما هاك، يعني ماشي كاع سايله ما تتلاصق هاك كيما هاكا، ما دير كيما ولا غير تخبط فيها تخبط تخبط وتزيدي في الفرين. يعني كي تحصل على هذا القوام غطيها ونخليها تخمر، يعني حوالي على حسب المكان اللي تكوني حاطاتها فيه، كيما درك راهي الحموان تكون شويه تطلع لك بالخف، ونعاود نرجع لكم. ايوا انا في هذه المرحله هي من العجينه تاعي تاع بيتزا خمرت، راح نحطها في طاوله العمل، نحط شويه فرينه خاطر قلت لكم هي تجي شويه تلصق. يعني هذه دير لي يعني زوج حبات كبار، يعني حجم عائلي. هنا راح نقسمها، عندي الوحدة هاي هنا، يعني البلا اللي عندي وراها ندير هاك نقص شوية. يعني ما تغلطيهاش، يعني ديريها شويه رقيقه باش مع الخمور هذيك هي تجي عبرها نيشان. انا دوك نحلها مباشره فوق البابي كويسون خاطر راح باش نديرها في البلا، يعني هذه الطريقه تساعد الاخوات خصوصا المبتدئات. راح ندير شويه فرينه هنايا هكا ونحلها شكل مستطيل، عشان راح نديرها في يعني حجم عائلي، وانتي دابا ديريها يعني فرديه ولا يعني لك الاختيار. هكا نحلها على ديري بابي كويسون باش تساعدك مع العجينه شويه يعني طريه خصوصا المبتدئات باش تقدر تنفذها. يعني حنايا كيما هكا كبار وراها ساعات تغبلنا، من الأحسن يعني استعملي هذه الطريقة، هذه أحسن طريقة. حطيها حليها فوق بابي كويسون ورفديها هاك، وديري الفرينة لاخاطش راح نزيدو باش نحشوها. هاي شوفيني حليتها فوق البابي كويسون، وراح الطريقة اللي نخدمها بيها ها نرفدها كيما هاكا هاكا ونحط. هاي من تساعدني، اولا تساعدني، ثانيا ما نضريش حواس ان نزيد نحلها ونزيد، وهاد الحواف هادو زيدي طلعيهم هكا شويه هكا، يعني اذا كانت تبان الصوره للاخوات يعني نعتذر. احنا مازال انا يعني مبتدئات في اليوتيوب، هذه هي رانا مبتدئات. ايوا انا عزيزتي درت لكم هنايا في الحواف درت الجبن. ايوا انا وهنايا راهي عندي لاصوص، هذه لاصوص ايوا انا اللي خدمتها، المره الجايه ندير لكم فيديو عليها. يعني تجي بنينه، تقدري ديريها في سباغيطي، تقدري ديريها يعني بنينه، يعني في كل الاطباق تجي، في البيتزا في كل شيء تقدري. ايوا انا نديرو كاع والجبن من الاحسن، يعني خير نوع جبن مليح اللي ديريه في الحواف، لا جاك شويه جامد زيدي له شويه حليب. انا جاني شويه جامد زدت له شويه تاع حليب، انا نخدم هذاك تاع بربر، يعني الذوق تاعها بنين. ايوا هنا يعني نفرغها، يعني الطريقه هذه تاع البابي كويسون اللي تحلي فيها سهله، تجيك سهله احسن من اللي ترفديها بيدك، ما تساعدكش اذا رفديها بيدك خاطر هذا النوع تاع العجينه يجي شويه طري. هذا علاه قلت لك استعملي يعني البابي كويسون.
هنايا راح نزيد عندي انا الطون تاع الطوماطيس هنا نديرو الطون يعني انت كاع الحشوات اللي عندك زيدي معليش قلت لكم المره الجايه ندير لكم فيديو على لاصوص هاد لاصوص انا نخدم بها كل شيء نخدم بها البيتزا نخدم بها يعني كل الاطباق ميم غراتان تخدمي بها كل شيء يعني خدميها وديري في الكونجيلاتير في المرحله اللي تكوني باغي تخدمي بها يعني غير دي كونجيليها وخدمي مع راه الحومه نضروك يعني ساهل عليك بلا ما تضري ضري كل مره طيبي خدمي بهذيك الطريقه والفرماج اللي ديري في الحواف من الاحسن اختاري نوع مليح يعني ديريها عائليه كيما هكا خير من يضلي كل واحد ديري لها وحده مع راه الحمال يعني ولا والحشو يعني كل واحد ولا المقدور تاعه ولا يعني واش يبغي هو عندي انا فلفله نقدر يعني ندير فلفله يعني الموسم تاعها ندير حبه تاع فلفله كيما هكا يعني مشيها كاع مع يعني قطعيها رقيقه كيما هكا وديريها ونزيد شويه تاع الجبن يعني هذاك الجبن اللي وريته لكم راني دايره في المشتريات راني دايره فيديو كاين واحد الشيء الجبن انا كي نشريه يذوب يعني مش مضطره نزيد فيه حليب ولا نزيد فيه كاش حاجه يعني يذوب يعني اللي تبغي تشوف الجبن تدخل في المشتريات كاين الفيديو ثم تدخل في القناه وتشوفه يعني اسهل ما يكون سختو مره الحمى نضرو كيما وتستعملي الجبن يعني رابيه وديري ثاني في كونجيلات كي تسحقي لي جبدي هاكا عندي شويه تاع موتزاريلا يعني بصح هذه موتزاريلا يعني محلي هذه ماشي ديك تاع الخارج يعني غير نبون شويه نزيدو يعني نشبحوا البيتزا تاعنا ايوينا يعني البيتزا دابا الاجبان ايوينا وهنايا جبت صفار تاع حبه بيض درت له شويه تاع زيت وشويه تاع خل ونطري الحواف كيما هكا منها هذاك اللي الحواف تقعد ثابته باش الجبن ما يخرج منها يعني تعطي منظر يعني الحميرار تعطي منظر وهذاك اللي الخل يقلع الزفوريه هذيك تاع البيض ولا معان يعطيه الزيت هايوينا راح ندخلها هنايا للفرن يعني الفرن لازم يكون حامي على الاقل تكوني ربع ساعه ولا 20 دقيقه مسخناته على خاطرش هاد المعجنات هادو يبغوا الفرن حامي ما يبغوش غير ثم تدخليها تعودي تيبس هذا سبب الاخوات اللي تقول لك انا البيتزا جاتني يابسه علاه تجيك يابسه على خاطرش الفرن ما محميتيش من قبل هايوينا وراح ندخلها للفرن ونرجع لكم هايوينا عزيزتي المتتبعات البيتزا نتاعي بعد اللي خرجتها خرجتها كي طابت وحمروا الحواف خرجتها درت زدت عليها الجبن هاوينا قلت لكم الجبن يذوب هاوينا راهي مزال حاميه الجبن يذوب هذاك اللي قلت لكم لا مارك اللي عطيتها لكم هذيك الذوب بلا ما تزيدي فيها لا حليب لا والو وعاود رجعتها ما با دو مينيت ولا باش يزيد يذوب لي داك الجبن فوقاني ودرت لها المايونيز هكا خطوط وهاي وينه وراح نقسمها معكم هاي شوفي كي تجي طريه يعني مازالت حاميه وراهي طريه هكا يعني على سبع افراد العائله انا باغي نقسم مازالت حاميه يعني من الاحسن نكون نحطها في بلا ولا هكا
البابير عاد مازال تصفيها ها، يعني تنحى بكل سهوله. ها هي هنا غير قسميها، ها هي هنا، ها هنا هنا البيتزا نتاعها شوف كي تجي طريه. وهذو الحواف هنايا ها هنا فيهم الجبن، ها هي هنا هي تجي رقيقه والحواف يجوا شويه طالعين. ها هي هنا، ونتمنى الوصفه نتاعي هذه تعجبكم. ها هي هنا، ودعموني بلي جيم وتشاركوا في القناه، والى الملتقى باذن الله.